اكد رئيس مجلس النواب حنفي جبالي ان الدوله المصريه لديها رؤيه طموحه عابره للاطر الوطنيه لتمكين الشباب وهو ما جعل الدوله حريصه على تدشين المحافل الشبابيه العالميه وخلال كلمته في الجلسه الافتتاحيه المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب تحت رعايه الرئيس السيسي أوضح جبالي أن شباب البرلمانيين هم صناع العمل البرلماني في ظل التحديات المتشابكة والأوضاع العالمية المتغيرة، مضيفاً أن العالم يواجه أموراً صعبة وهو ما يحتم على الدول العربية ومختلف دول العالم تمكين الشباب لا سيما شباب البرلمانيين. إن أهمية انعقاد أعمال هذا المؤتمر تأتي من فداحه التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر وتؤثر على مستقبله والتي تحتم علينا اشراك الشباب خاصه شباب البرلمانيين عبر ايجاد الات تفاعليه وحوار مستدام بينهم حيث لم يعد تمكين الشباب قضيه اختياريه بل اصبح ضروره حتميه تفرضها مقتضيات الواقع العالمي وتحدياته ولعل ما يمر به العالم هو ما مثل الحافز الرئيسي الذي جعل مجلس النواب المصري حريصا على استضافه اعمال هذا المؤتمر تحت رعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه